All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أخطر قاتل مطلوب للعدالة في Red Dead Redemption 2. بكل بساطة شخص مجنون ومريض نفسي من الدرجة الأولى، لأن الأشياء اللي سويها ما في شخص عاقل وصاحي يسويها صراحة. ففي هذا المقطع إن شاء الله راح نشوف قصته وراح نشوف إيش وضعه بالكامل. فيلا نخش في المقطع. اولا، ملصق اخطر قاتل راح تحصله في مكتب الشرف في مدينة البلاك ووتر، وعلى حسب الملصق اسم هذا القاتل هو ألايس جرين، وزي ما تشوفون على راسه $90 كاملة، و$90 ذيك الفترة يعتبر مبلغ كبير كبير جدا، لانه ذيك الفترة يعني $100 عندهم تقريبا $1000 هذه الفترة. طبعا هذا القاتل هو صاحب اعلى باونتي في اللعبة كاملة. طبعا من كثر ما ألايس جرين مجرم، ألايس مطلوب للعدالة باي شكل من الاشكال، حتى لو كان على اجزاء، يعني يبغون بأي شكل من الأشكال، ميت، حي، على أجزاء، أي شيء، أهم شيء سلم ألايس جرين. طيب، خوينا ألايس جرين من ضمن عصابة السكينرز براذرز، وطبعا عصابة السكينرز براذرز واحدة من أبشع العصابات في اللعبة، وعصابة مريضة جدا. طبعا معروف ألايس جرين إنه كان يعترض المسافرين ويقتلهم بأبشع الطرق الممكنة. طبعا بعد ما تخلص من قراءة الملصق، شيرف بلاك كووتر راح يعطيك معلومات إضافية عن ألايس جرين. It's a sorry situation with them mongrel dogs, the Skinner brothers. Just when you thought this country had been civilized. You hear what they done up near tall trees? Thanks for slaughter, get better trees. Might be where to look for them. If you can stomach it. I don't think you'll be bringing him in alive, but sure as hell I'd love to spit in his eye before he hung. The mountain country's full of Skinner brothers. You tell me why this one, Elias Green's got a warrant on him. I'd send you after every last one of them jackals if I could. Reason this one's got his picture up is the mayor signed off on it. That's that. What did he do? He perpetrated or was one of the perpetrators of a massacre. Party of six. Killed and then some. We have his name. We have his likeness. You have his warrant. I do. I'll see about him, sir. طبعا زي ما سمعتوا، ألايس جرين شارك في قتل 6 أشخاص وتم قتلهم بدم بارد وبطريقة بشعة جدا. طبعا ألايس جرين مو مطلوب للعدالة بسبب قتله هذول الأشخاص، جرائمه لا تقتصر على هذول الأشخاص 6 فقط، بل إنه جرائمه عديدة ولا تعد ولا تحصى. طيب، بعد انتهاء الحوار اللي دار بينك وبين شيرف بلاك ووتر، على طول راح تظهر لك منطقة بيضة في الخريطة بالقرب من التول تريز، وهناك راح تحصل ألايس جرين وجماعته. طبعا اول ما تيجي للمكان، على طول راح تلاحظ انه في اشياء غريبة يسوونها السكينر براذرز، على سبيل المثال هذا الشخص. طبعا زي ما تشوفون، للأسف معلقين هذا الشخص رأسا على عقب، او بمعنى اخر معلقينه بالمقلوب زي ما تشوفون، واللي ظاهر لنا انهم سلخوه سلخ، وبعد ما سلخوه حرقوا لحمه وجثته. ولو تلاحظون ايضا، راح تحصلون راسه داخل سطل او بوكيت زي ما تشوفون. صراحة شيء غريب جدا وشيء مقرف وما يخش عقل الانسان، وما يسوي هذه الاشياء المريضة الا اشخاص يعني مرضى نفسيين درجة اولى. وايضا لو تلاحظون اكثر، ترى تقدرون تحصلون جثث كثيرة ومنتشرة في المكان بشكل كبير جدا. طبعا بعد ما تنتهي من تحقيقك، على طول راح تسمع اطلاق نار، ولما تقرب من اطلاق النار راح يصير شيء غريب جدا. تعالوا نشوفه سويا. This one's still breathing. Oh, the better.
Hold him. Please, please let me go. Oh, what do you think? Shall we let him go? I say we kill him. Please, please. Oh, no, he's a nice kid. Let him go. Damn it, Elias. Let him go, but take his hair first. No, no, no! And now you're free. طبعا زي ما شفتوا ألايس جرين ومعاونيه كانوا يتناقشون هل نترك الشخص هذا يروح ويمشي في حاله أو إننا نقتله. جاء ألايس جرين قال خلونا نقص شعره. طبعا ألايس ما يقصد إنه يعني مثلا يحلق له أو إنه حاجة زي كذا، بل إنه يقصد أسلخ فروة راسه. صراحة ما أدري كيف أشرح لكم إياها، لكن أتوقع أسلخ فروة راسه واضحة جدا. طيب الآن كل اللي عليك إنك تهجم على العصابة وتقتلهم كلهم عشان تقدر تمسك ألايس جرين. طبعا بعد ما تقتلهم كلهم أنت مخير، يا إنك تقتل ألايس جرين أو إنك تمسكه حي. لكن صراحة أنا راح أمسكه حي عشان أشوف الشيرف إيش راح يسوي له أو إيش الحوارات اللي راح تدور بينهم، لأنه زي ما شفنا سابقا الشيرف كان جدا حاقد على ألايس جرين. طبعا لما تمسك ألايس جرين وتكتفه وتربطه راح يدور حوار رهيب بينك وبين ألايس جرين. تعالوا نسمع سويا. Let's get you up. I'm gonna bite you. You better damn not. That was a nice hat you was wearing. I'll make you into a hat, mister. I would love to see you try. I'm gonna take this headpiece for myself. That's mine, mister. And you belong to me. So I guess that makes it okay. There you go. Now let's get you to Blackwater. It ain't a smart man. Turns his back on me. I'm gonna kill you. I could cut you anytime, mister. You got a wife somewhere? You smell like you got a lady. I'd sure like to meet her, feller. Think you could fix it so we're introduced? You ever felt pain, mister? Real pain? Screaming, crying, begging pain? I will put you to a fire. Have you praying for your death. Eyes all wide, mouth quivering. I get you. You're gonna suffer, mister. Suffer! Couldn't do you that think they want me alive? They won't know what to do with me. The judge gonna let me go so I can come and find you? They want me dead and buried and all forgotten about. طبعا زي ما شفتوا طوال الطريق ألايس جرين قاعد يهدد من جميع الاتجاهات وقاعد يرمي تهديدات وقاعد يتوعد انه ترى يا جون مورستين في احد الايام راح اقتلك. صراحة في شيء عجبني جدا في الحوار اللي دار بينك وبينه، انه جون مورستين اخذ طاقية ألايس جرين الفخمة بدون ما يستشيره واخذها غصبا عنه وطناخه. صراحة شيء رهيب جدا، والحوار اللي دار حول الطاقية انك ترى ما تقدر تاخذها. جاء جون مورستن رد قال يعني انا ماسكك الان فاتوقع اني اقدر اخذ طاقيتك. صراحة الحوار كان جدا رهيب. طبعا لما توصل ألايس جرين للشيرف ومركز الشرطة راح يدور حوار بينكم انتو الثلاثة. Well, got you that Skinner brother. Elias Green. Set me down. Elias Green is a living breathe. God damn it. Put him in a cell. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. They'll come for me. The Skinners ain't afraid of your jailhouse and your badge. Ain't much I got to achieve in life except in seeing you hang, Green. Enough. You want to hear about the murders? All the folks I killed? How they scream, chief? I'll see you dead and every man like you. I will. It ain't
I needed it. Once you start killing, you just can't stop. Try it, Chief. What kind of world do we live in, dear Lord? طبعا زي ما شفتوا حطيناه في الزنزانة، وألايس جرين كان أبدا أبدا مو راضي، وباقي يهدد إن عصابته في أي وقت من الآن رح ينقذونه ورح يداهمون السجن ويفجرونه ويعني يطلعونه بسهولة. طبعا بعد عدة أيام لما تجي لبلاك ووتر رح يصير شيء رهيب جدا، تعالوا نشوفه سويا. You better. The Skinners are a scourge on this whole state. I have been ordered to hang you for your misdeeds, for your evils. You will hang. Okay. All right, let's end this bastard. Do it. Yeah. That's it. Liven things up. There will be no tolerance for their behavior in this community. طبعا زي ما شفتوا ألايس جرين تم شنقه بنجاح بدون أي تدخل من عصابته ولا أي حاجة، ونسبة من سكان بلاك ووتر شافوا الشنق والإعدام. في شيء رهيب جدا صراحة من روكستار رح يصير بعد ما يشنق ألايس جرين بأيام، تعالوا نشوف سويا. Souvenirs of their flat until, thankfully, he was stopped by a lone man, another lost soul on their own path. For in these dark times, it takes a goodly brute to put an end to men like these. I guess that's all there is. Amen. طبعا زي ما شفتوا ألايس جرين دفن في بلاك ووتر، وفي شخص وحيد جاء لجنازة ألايس جرين وكان يقول مهما كان الشخص مجرم وقاتل لازم يدفن بطريقة ما. صراحة شيء رهيب جدا من روكستار، وروكستار وصلت المرحلة الأخيرة والليفل الأخير من الواقعية في ألعابها، لدرجة إنها صارت تسوي جنازة لقاتل معين كل الناس ما يحبونه وما يطيقونه ويبغونه ميت بأي طريقة وما يهتمون لأمره. طيب شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن ألايس جرين. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب تعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.